طائرة نهر هودسون. في 15 من يناير عام 2009 أقلعت الطائرة الإيرباص A320 وعلى متنها 150 راكباً. كانت الطائرة في رحلة داخلية متجهة نحو مطار تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية، ثم مباشرة إلى مطار سياتل تاكوما بولاية واشنطن. وأثناء الطيران انتبه قائد الرحلة لوجود سرب من الطيور القادمة إلى الطائرة، وقبل أن يتمكن من التصرف كانت النافذة قد انقلبت إلى اللون البني الغامق، وسمعت أصوات مكتومة لتلك الطيور، وبعدها مباشرة توقف كلا المحركين عن العمل. فاستلم زميله قيادة الطائرة بينما حاول مساعده تشغيل المحركات مرة أخرى، وبدأ بقراءة لائحة طريقة الهبوط الاضطراري استعدادا لها. أبلغ الكابتن برج المراقبة بالمطار أنه اصطدم بطيور وأن الطائرة بحالة طوارئ، وطلب الهبوط الاضطراري. أعطى البرج قبطان الطائرة مسار العودة إلى مطار لاغورديا، وأخبره بأن ممر الرقم 13 مفتوح له، ولكن القبطان أعلن عدم قدرته على العودة. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة على ارتفاع 3200 قدم قبل البدء بالهبوط. حدد القبطان مطاراً آخر وأشار إلى رغبته بالهبوط هناك اضطرارياً، وهو مطار تيتربورو بمقاطعة بيرغن بولاية نيوجيرسي، ولكنه أبلغ البرج بعد قليل: لا يمكننا فعل ذلك ونحن سنكون في هودسون، في إشارة واضحة إلى أنه سيحط بطائرته على نهر هودسون بسبب هبوط الطائرة الشديد. وقد أبلغ برج لاغورديا عن رؤيتهم الطائرة وهي تسير بعلو أقل من 900 قدم 270 متر فوق جسر جورج واشنطن. وعندما اقتربت الطائرة من المياه أبلغ الطيار بالاستعداد للاصطدام. وأعطى المضيفون تعليماتهم للركاب بخفض رؤوسهم. هبطت الطائرة على مياه النهر بعد مرور 6 دقائق على إقلاعها، وأخبر القبطان المحققين بأنه تعمد أن يهبط بالقرب من القوارب، وذلك ليكون للناجين من الطائرة فرصة كبيرة لإنقاذهم. بعد توقف الطائرة فوق الماء مباشرة، بدأ طاقم الضيافة بإخلاء الركاب عبر مخارج الطوارئ الأربعة، ولم يتم فتح الأبواب الخلفية لأن فتحها سيسبب غرق الطائرة. وتم إخلاء الأطفال والنساء أولاً حسب قربهم من منافذ النجاة، ثم أخلي باقي الركاب جميعاً. وبعد إفراغ الطائرة من الركاب قام الكابتن بتفتيشها مرتين ليتأكد من عدم بقاء أحد على متنها. شاركنا، ماذا لو كنت مكان القبطان؟ كيف ستتصرف؟